هاي كيفكم اليوم؟ ان شاء الله عندنا رجاء الصانع لايف معايا. I'm so excited. خليني ارسلها دحين. هي فين؟ كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندي رجاء الصانع اللي كتبت بنات الرياض قصة حلوة فحابة اشاركها. فين بس اتأكد هي فين. كيفكم؟ ان شاء الله عجبكم اللايف حقي اليوم، يوغا مع ميريام غندور في ميامي، وان شاء الله بتعجبكم اللايفز. امس كان عندنا لايف جدا حلو مع يالدا من لندن، تتكلم عن انفلاميشن في الجسم وكيف انه الاكل جدا كثير مننا نفكر بطريقة مختلفة على اللايف ستايل والضعف. كان كله عن علمتنا كثير عن انفلاميشن والاوتوميون. واليوم موضوعنا مرة حلو مع رجاء الصانع. I'm just waiting for her to log on. أين هي؟ مستنى. غير كده إيش عاملين؟ قلت أجيب ماي لمنيد أشرب معاكم اليوم، ماي لمنيد نقعد مع بعض. قبل ما أحكي شو عنايتي بالبشرة، صراحة هذه الفترة مع الحجر وال قاعدة في البيت ما والله thank you محرك مرة شكرا. كتير قاعدة أعمل ماسكات وبانتظام، يعني قاعدة أعمل حوالي ماسكات تقريبا تقدر تقولوا مرتين ثلاث مرات في الأسبوع، ماسكات مختلفة. قاعدة أعمل كتير exfoliation عشان أشيل الجلد الميت. أنا دائما أعمل في بشرتي شيء اسمه profilo اللي هو يشد البشرة، هي إبرة تشد البشرة. إيش كمان قاعدة أعمل؟ طبعا تونر، نظام 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 تام اللي هو صباح وليل للاهتمام بالبشره. I think short hair look. I want to cut my hair short as soon as I lose a bit more weight honestly. فقاعده اعمل نظام زي ما بقول لكم، استخدم تونر، غسول، تقشير يومي. طبعا انا ما اكل سكر كثير، فعامه هذا شيء مره يساعد انه ما يطلع لي حبوب. إيش كمان؟ كريمات توحيد اللون، هذه الفترة الأخيرة اللي قاعدة أسوي كده مرة كثير. طب قاعدة أحاول أعمل لك آد، دقيقة بس خليني أعمل لها آد. ماني قادرة أعمل لها آد، كيف أعمل لها آد؟ Ask to join. بشوف كيف أقدر أدخلها. I don't see you. ماني عارف أعمل لها آد. خليني أقول لك كيف تعمل آد. جيجي أس. أوكي دقيقة، ماني لقيتها. خلينا نشوف. والله شكرا، انا من السعوديه. شكرا اخت لطيفه مره شكرا. لقيتها. فاين لقيتها، ممتاز. اوكي فاوند يو. انا اكثر شيء بيعجبني اني بجيب سيدات يعني جدا اهلا وسهلا. هاي اي مس يو. ولا من زمان ما شفتك. ها I'm not that tech savvy. لا لا عادي عادي كلنا. أنا هذا شيء جديد إني عندي، صار نور هنا وكمبيوتر هنا ولا نعلي الصوت. إيش أخبارك؟ وحشتيني من لندن. ما شاء الله. إيش عاملة؟ أنتي إيش عن الحلاوة هذه؟ حبيبتي يمكن أول مرة أحط ميك اب من الله أعلم. ترى باي ذا واي أظن إحنا بعدين لازم نعمل موضوع تاني معاكي عن the curly method، إنه كيف تحافظي على شعرك. هذا موضوع تاني لازم نتكلم فيه والله العظيم. أنا curly girl من سنين، فيعني فاليوم حبيت أول شيء. أول شيء نورتي ماي انستغرام، هذا واحد. نور نور. يعني شخصيات زيك يعني صراحة يعني فخر للمرأة السعودية حقيقي. حبيت أعرفكم أول شيء. أخت رجاء الصانع طبيبة وكاتبة، فأول شيء هذا السؤال إنه ما يعني عادة الاثنين ما يتفقوا مع بعض، صح؟ جوهم غير بعض بالضبط يعني. فحكينا أول شيء نبي نعرف عن بدايتك،
فين درستي؟ ايش عملتي؟ كيف دخلتي الطب؟ هل الطب كان خيار اول او كان صدفة؟ وهل الكتابة كانت هي اللي تبغيها بس دخلتي طب بالغلط؟ ولا ايش؟ نبغى نعرف. صراحة يعني مو يعني اوكي نبداها واحدة واحدة. ايوه هذه طبيبة، باي ذا واي، طبيبة جميلة. بيسألوني هذه طبيبة، بقول لهم ايوه طبيبة جميلة. حبيبتي الله يحلي ايامك. الكتابة جت اول. اوكي اتذكر اني انا من وانا صغيرة كان حلمي انه لما ادخل مكتبة اشوف كتبي على الرفوف كذا، كنت اتخيل دائما اروح مكتبات من وانا صغيره، الوالد الله يرحمه كان دائما ياخذني مكتبات، كنت كذا فاسينيتد باي الناس اللي يكتبون كلام وبعدين كل العالم يقرا كلامهم ويوصل لمخهم ويعرف شخصيتهم، فكان هذا العالم طول عمري مهووسه فيه. بتشجيع الوالد الله يرحمه، هو كمان كان كاتب، كان حاس اني انا بديت اكتب بدري اقرا بدري، شجعني اني اشترك في مسابقات مثلا كتابه قصه. اتذكر اول مسابقه كسبتها كنت في ثاني ابتدائي، فكنت يعني قاعد اكبر وانا احس انه صاحباتي صديقاتي ابلاتي في المدرسه كلهم يقولون لي انه انت حلوه القصص اللي تكتبيها، ننبسط لما نقرا القصص حقتك، فهذا خلاني اثق بنفسي يمكن في اني راح اصير كاتبه اكثر مما افكر باي شيء ثاني او دكتوره، او لان الاشياء الثانيه ما اعرف خبرتي فيها، ما اعرف شطارتي فيها، ما اعرف، بس كنت احس اني I'm a good storyteller، وكنت احس انه كل الناس تبغى تقرا لما اكتب قصه يبغون يقرونها. في المدرسه كم كان عمرك وقتها؟ يعني مسرحيات المدرسه كنت اكتبها وانا في المتوسط، من اولى متوسط الى ثالث متوسط كنت اكتب المدرسه المسرحيات اللي نمثلها اخر السنه، مثلا كلمه المعلم، كلمه المديره، كلمه المدري ايش، اشياء زي كذا يجون يقولون لي اكتبيها. فما كان عندي مستغرب اني راح اتجه للكتابه، بس ماني عارفه هل كبروفيشن ووظيفه ولا كهوايه. طبعا كل الكتاب العرب اللي يعني كبرنا واحنا نقرا لهم صراحه مفلسين، يعني الكتابه ما هي الوظيفه اللي يعتمدون عليها في انهم يحققون مثلا مدخول شهري او فاينانشال اندبندنس او استقلال يعني مادي. فكون اخواني انا اصغر واحده بسته والخمسه اللي فوق كلهم ما شاء الله دكاتره، فكوني انا الصغيره عائله عائله اطباء يعني يعني كبرت وانا اشوف انه البيت كله يتكلمون كلام كذا عن الطب وعن العمليات، على الغداء نتكلم عن المريض هذا صار فيه كذا ومدري ايش، فكنت احس اني لو دخلت هذا العالم حكون يعني شيء مألوف وشيء حيكون سهل علي لانه كل بيئتي تتكلم هذا الكلام وهذه هي الخلفيه حقتنا، وفي النهايه اقدر اسوي الشيء اللي ابغاه لانه حيكون في عندي دعم من الاسره بناحيه الطب، والكتابه حتكون الشيء اللي انا حغامر فيه. لو نجحت ممتاز، شغفي، لو نجحت ممتاز، لو ما نجحت فانا دائما متكئه على الطب يعني كوظيفه استند عليها وما تخذلني. لو دخلتي طب، فدخلتي طب ايش؟ اشرحي لهم اكثر عن مجال الطب دخلتي. فكان عندي اول شيء كنت اجس النبض مع اهلي، كنت اقول لهم لو ادرس صحافه تبعثوني مثلا ادرس في مصر ولا ادرس، يقولوا لي تبغى تدرسين صحافه؟ اقول لهم لا انا ابغى اكتب بس ما ادري ايش اللي يدخلني اكتب، قاعد احاول افكر بايش اشياء ممكن تدخلني تخصصات تتجه فيني الى اني اصير روائيه في يوم ما. فما كان في صراحه في هذاك الوقت اي شيء يخلي الانسان يصير مثلا كاتب او روائي، او ما في تخصصات يعني للمرأة بالذات، بدرس مثلا لغة عربية وبس ممكن أصير مدرسة، فهذه كانت مجالات قدام. إيه ما في مجالات كانت كثير، ما كان في مجال يا معلمة يا تشتغلي في بنك، كان في يمكن تقدر تقولي ثلاثة وظائف كانت المرأة تشتغل فيها. وحتى صراحة أنا خرجت 2005 مدعم معلمة حكومة أيوه، بس يعني حتى وقتها ما كان في المحاماه والديزاين هذا كله ما كان في الجامعات، ما كان في كل هذه الاشياء. أيوة. وحتى في البنوك كان فروع، لعلمك كان ايامها فروع، يعني انا لما اشتغلت في كوربت كانت الاداره كان هذا شيء مختلف يعني، ففعلا كانت في ديفرنت سمول فيلدز. حتى الموظفات في البنوك كان يعني في ناس دارسين زراعه وفي ناس دارسين بزنس وفي ناس دارسين انجلش، فيعني
ما كان في، حتى لما تبغين تدرسين او عندك شغف معين مو سهل انك تدرسينه. صح فقلت خلاص توكلنا على الله، اخواني كلهم اطباء، انا راح ادرس طب، لكن عملت ديل مع نفسي علشان ما احس بالفشل بعد ما اخلص، يعني مثلا اصير دكتوره واكون نسيت هذا الحلم اللي كنت ابغى اسويه انه اكتب كتاب. فاول سنه لي في الجامعه بديت اكتب اول روايه لي، وقلت لازم هذه الروايه تصدر مع تخرجي من الجامعه. ساعتها راح احس اني اي فولفيلد، او انا حققت الحلمين اللي عندي. نبى نقول لهم ايش كانت اول روايه. ابى اقول لك شيء باي ذا وي، هذا سر بعدين بيني وبينك، ايش كانت الروايه؟ قولي لهم ايش اسمها؟ الروايه كان اسمها بنات الرياض. اوكي. انت عارف هذا اول كتاب عربي انا قريته في حياتي، من اوله لاخره في يومين. هي هذه حكايه اليومين، هي هذه اللي يعني اللي سكنت معاي وخلتني ابغى اكمل، لانه الناس تبغى تقرا وما تركت الكتاب، يعني مو انها انغصبت انها تقرا. نبى كمان، نبى حلقات. لا، كانوا يبغون يقرون يعرفون ايش اللي راح يصير في القصه. فانا حسيت ان عندي ملكه شد القارئ، واني ادخل القارئ في عالم كذا من الشخصيات اللي في خيالي. دخلت الجامعه طلعت هذه الشخصيات في خيالي بصراحه. يعني انا اقول لك خطه الكتابه كانت موجوده من الصغر، لكن اختيار الرواية أنها تكون عن بنات الرياض كان في أول سنة لي في الجامعة. أنا تخرجت من مدرسة درست فيها ابتدائي متوسط ثانوي، فالبيئة اللي كبرت فيها أو الوسط اللي أنا يعني شبيت فيه كان وسط صغير، إحنا بنات نعرف بعض، أمهاتنا يعرفوا بعض، بيئة نقدر نقول متجانسة في أكثر المجالات، سواء من الناحية المادية، الناحية الاجتماعية، الناحية الفكرية. ما كان في اختلافات مرة كبيرة ما بيننا وإحنا في أيام الدراسة. لما دخلنا الجامعة فتحت عيوننا على عوالم أخرى، عوالم ما كنا نشوفها في بيئتنا المنغلقة. كانوا يجون إلى الرياض بنات من كل السعودية علشان يدرسون، في جامعة الملك سعود اللي كانت وقتها أكبر وأهم جامعة، وما كان في جامعات خاصة وقتها كثير أصلاً. أيوه. في السعودية حتى في حتى بجدة نفس الشيء. الناس بالضبط، فكان أغلب الناس في العزيز وسعود. القصص اللي ذكرتيها في بنات الرياض أنا بالنسبة لي كانت قصص جداً واقعية وجداً بتصير في مجتمع مغلق، بس أنت عارف إحنا عايشين في بلد إنه كل شيء we're not vocal، ما نحكي، عيب نقول كثير اشياء. حتى احيانا لما يسالوك كيف تعرفتي على زوجك تتكسفي تقولي، لانه تقول لك مثلا تقولي تعرفتي عليه ولا حب ولا اهل، ولا تحسي دائما انت مقيده في ردك، مقيده في امور كثيره. بالذات انا تخرجت انا تخرجت في 2005 من الجامعه، وتخرجت من المدرسه في 2000. اخر 10 سنين في السعوديه تحسي فيه صار تغيير تام في طباع الاشخاص، صار في تفتح اكثر، صار في تقبل الاشخاص اكثر، نقبل الاشخاص لاختلافهم شويه احسن من اول. سؤال، ما حسيتي بذاك الوقت انك انت كتبتي كتاب انه كيف رجاء بتحكي ذي القصص؟ هذا ما يصير عندنا في السعوديه؟ ما حسيتي انه كان عندك اتاك شويه انه انت ahead of your time، كنتي سبقتي وقتك، مع انه انا كتابك بالنسبه لي انا وكثير بنات كان واقع حياه الناس عايشينه، بس طبعا ما حد كان يتكلم فيه، يعني فهمتي قصدي؟ هل حسيتي كان ايجابي او سلبي، او كان انه عندهم كيف الردود كانت عليكي؟ انا في هذاك الوقت يمكن لاني كنت اول شيء ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في هذا الانفتاح في التعبير عن الراي، او انه ننتقد مثلا، ما في واتساب، ما في احد مثلا سوى خبر، ولا كان في بي بي ام كمان ولا شيء. بي بي ام يعني ما كان في شيء اسمه شخصية سعودية تطلع أصلاً تحط وجهها في الجرائد. أنا أي لا ما في. يعني صحفي يطلب مني صورتي كان كأنه قاعد يخطبني، رحت لأهلي يا جماعة. يا بنتي ما كان عندنا آي دي، آي دي صورتنا ما كان فيه، كان ما عندنا هوية من كم سنة. أنا يوم الآي دي أمي كلمتني تبكي، يعني تقول لي فخلاص طلعوا لكم اي دي، كنت في هالفتره كنت توني انا طلع الكتاب ومره يعني متحمسين، قلت لي مبروك طلعوا لكم اي دي. فعلا يعني في هذاك الوقت كان المراه صوتها عوره،
ما نعرف عنها إلا في مثلا من الناحية العملية العلمية، وما في داعي تطلع على الميديا لحظة بس يعني. رجاء، ايوه الاخت رجاء هي كاتبة بنات الرياض، اذا كلكم تسألوا دحين هي الكاتبة، واليوم بنتكلم عن عنها هي كشخص وعن الكتاب. تفضلي. ففي هذاك الوقت ما كان في اصلا انه شخصيه بنت سعوديه تطلع بشكلها تتكلم، هذا شيء كذا غير غريب، مسموح. حتى تطلع في مجلة هي او سيدتي. اتذكر اني رحت لاهلي قلت لهم اول شيء، خليني اقول لك لما رحت لاهلي اقول لهم اني قاعده اكتب الروايه. انا طبعا قاعده اكتب الروايه وما عندي توقعات انه والله الناس تهجم علي بتويتر، ما في تويتر، ما اعرف ان الناس راح تتكلم باي شكل، يعني توقعت انه الروايه تنجح كروايه مثل الروايات اللي قبل، مثلا تنجح برواية مثلا خلينا نقول أعظم الروائيين عندنا غازي القصيبي، ناس تتكلم عنها وتنجح ويصير في لغط وأخذ وجذب، بس يعني خلاص بس رواية يسكرون الرواية وينتهي الموضوع كذا. ما توقعت وأنا أكتب، كنت أكتب كأني يعني كأني أكتب لنفسي صراحة. أنا لما كتبت انه رواية قصتك قصة يعني مو انتي هي قصتي، قصة إنه أنا راح أكتب تأريخ لهذه المرحلة. في يوم ما تركي الحمد كتب عن السبعينات، وغازي القصيبي كتب عن الستينات، و أنا يمكن راح أكتب عن هذه الفترة سنة 2000 إلى 2005، بداية دخول الإنترنت، بدايتها السعوديين بدأوا كذا يشوفون يشمون هوا. كنت أبغى أؤرخ هذه المرحلة فعلا، كنت أبغى أقول بعد 20 سنة لما يمكن نتغير زي الحين، بعد ما نتغير الناس راح تقرا هذاك الكتاب وراح تقول اوه في يوم من الايام ما كانوا يقدرون يدخلون السوق الشباب، ما كانوا يقدرون ما كان في البنات بيعات ستات، ما كان ما كانوا كان في نروح المول بيعات كنا اللي ستات، بيعنا. ايوه ترى لعلمك اشياء احنا كثيرة. جيلنا يعني فعلا شهد جزئين من السعوديه، الجزء اللي احنا فيه الان والجزء الماضي. يعني انا 37، يعني احنا في الثلاثين اخر الثلاثينات انا وانتي، فحقيقي عايشين بين اثنين. فعلا. وكنت احس احنا ما ادري انه ايش يسمونا، احنا ايش العمر اللي يسمونا، احنا وي هاف ان احنا ايج، اول سنه من الميلينيوم ابشرك، يعني احنا احنا اول سنه من الميلينيوم ايه. اول سنه ملتقي فيهم احنا مع الميلينيوم. كنت احس انه اذا ما كتبنا عن هذيك المرحله وما يعني ما وصفناها خلاص حموتها حتروح كذا. فعلا لما دخلت الجامعه كنت اقول ابغى اكتب عن هذا الجو، جو البنات في الجامعه وبدايه العشرينات، في وقت احنا في هذاك الوقت ما كنا نشوف انه مره منغلق، كنا نشوف انه عادي يعني ما نسوق، ما لازم تصريح سفر، لازم ما عندك بطاقه، ما عندك هذا، كان الشيء طبيعي. وبس حبيت اني اوصفه، اوصف تعايشنا معاه، واوصف الزواجات واقع حياة اللي عايشينه. تربيه الام لولدها، سلطه الاختلاف ما بين السلطه الذكوريه والانثويه في البيت، سواء ما بين الأب والأم على سلطتهم على عيالهم وما إلى ذلك، التحكمات الأهل، الاختلاف الطبقي، الاختلاف المذهبي، كل هذه الأشياء شفتها في الجامعة. ولما كنت أكتب عنها ما كنت صراحة كنت متوقع أن الرواية يمكن تنجح، لكن نجاح بنات الرياض ما عمره صار في روايات ثانية عربية عشان أقيس عليها. لا ما كان، انا اعترف لك إيه انه فأقول لك كنت أتوقع ما أني أنجح بس بالنجاح المحدود اللي هو نجاح رواية، ما كنت أعرف إنه الموضوع راح يتحول إلى يعني السنة هذيك كانوا يقولون سنة بنات الرياض، لأنه كان فعلا ما كان في أكشن، يعني الرتم كله عادي، وكان بنات الرياض كرواية هي أول شيء يصدم المجتمع في هذيك الفترة، إنه كيف تتكلمين عنا بكل أريحية وكيف تقولين إنه كذا إحنا مجتمعنا، ويعني ما تعودنا. بس لكن في المقابل انا لما كنت اسافر مثلا مع ترجمه الروايه يقول لك احد وسفري تحول لضجة إعلامية. بالضبط تحول لضجه اعلاميه، والمشكله انه ناس كثير من اللي كانوا منزعجين من الضجه عندنا ما كانوا يدرون انه في الخارج كان عاجبهم جدا انهم فجاه اخيرا شافوا من السعوديه جانب عاطفي، جانب انساني، جانب لطيف. اتذكر لما كنت مبتعثه في امريكا مرة التقيت بسفيرنا وقتها طبعا الدكتور عادل جبير، فقال لي انت خليتي المكالمات اللي تيجي على السفارة تصير 90% على بنات الرياض بدال عن الإرهاب وعن عن
عن بن لادن واشياء زي كذا. فشيء جميل انك تكونين مثل وصلتي صوره جميله عن سكرين شوت لفقره او فتره معينه، حقبه حلوه من زماننا راحت وما راح تتكرر. بس هذا هو كان بالضبط. واقعنا. وبعدين حتى القصص اللي رويتيها واقع حلو، فيها ذكرى حلوة، الماضي ماضي جميل، وفي نفس الوقت في كمان واقع مؤلم. ماضي كلنا عشناه، ويمكن بالضبط. حرام ان الناس يفوتهم وهم ما قروا. واحدة كتبت لك مشاعر بن علي، تقول لك we aren't millennials, we are exennials. ميلينيالز زيلينيالز Okay, اوكي. you are self-publishing بنات الرياض on Amazon. هتصيري على Amazon soon. قولي لي what's your experience releasing an e-book. انت دحين هيكون عندك كتاب اونلاين، يعني انت عارفه انا من النوع اللي لسه اشتري كتاب، احب كده اقرا الورق بس الناس تحولوا يقروا اكثر بالتليفون وكده، ف بيقطع رجاء. رجع فقولي لي الاكسبيرينس حقك انك you're gonna release بنات الرياض as an e-book. الفكرة جتني صراحة في الكورونا للأمانة، لأنه قبل الكورونا قررت إني أكتب كتاب، وجت الكورونا خلتني أحبه زيادة وأكتب فيه زيادة وأشتغل عليه زيادة. أوكي. لما شفت إنه الكتاب يعني لو ناجح. نشرته أدي، لا لو نشرت الكتاب هذا ممكن راح يؤدي إلى أن الناس تبغى تقرأ بنات الرياض. فقررت إني بنات الرياض صار عندي أزمة في النشر حقها. طبعا أول كتاب ينشره الإنسان دائما يكون ما هو عارف إيش بالضبط كيف كيف التغيير؟ ينشر وكيف الترتيبات وكل هذا. فحاليا راح أطبعها على من جديد مع أمازون. ما حتكون بيبر لان امازون ما يطبعون كتب ورقيه عربيه، فحيكون على كندل وعلى الايفون وعلى يعني الكترونيك بوك. زائد اني قاعده اشتغل على انه اسوي اودبل ايوه هذا اللي كنت اسالك، الاوديو بوك. انجليزي موجوده بالعربي، موجوده بالانجليزي على امازون، بس انا ابغى انزلها بالعربي على امازون لانه ماني قادره صراحه انشر لا الكتاب الصوتي ولا الكتاب الورقي بالعربي مع ناشر يعني يريحني زي ما ارتحت مع التعامل في مع الاجانب بصراحه. ايوه ما فهمت. احيانا ايوه تعبت صراحه، فعلا تعبت. يعني انت لاحظي انك انت في اندستري مو كثير في ناس فيها، فانا كل شيء قاعده احاول اسويه قاعده مثل اللي اشد بتعملي ريسيرش، بتدوري بتدوري. بالضبط بالضبط. وفي النهايه ممكن اكون اول واحده سويت هذا الشيء. انت فيعني عارفه من كم، انت عارفه من فتره كان عندي مع نيل باتيل، هذا he's the biggest digital marketer في نيويورك and he's a best selling author من نيويورك و he won the Obama award، وكان بيقول لي على قد ما نجح كتابي انا في النهايه دفعت على الكتاب اكثر من ما انا كسبت منه. وكان بيقول لي على قد ما I love writing، على قد ما انه ما اشوف نفسي هكتب تاني لانه كثير اخذ من وقتي وما كسبت فلوس كثير. ما يكسب فلوس فعلا. يعني انا وانا اكتب كتاب ابو 300 صفحه، انا اعتبر نفسي انسانه بسيطه جدا وماني من الناس اللي يعني الكتاب اللي يمكن يتعبون اكثر مني. لاحظي انا احتاج غير الكتابه حقتي احتاج اديتر يكون اللي هو محرر ثقافي والمحرر اللغوي اللي فتحه ضمه كسره. غير كذا يجي الببلشر تبغى انه يكون يعرف يعمل عقود مع ببلشر حوالين العالم عشان الترجمه. بعدين نبغى مترجمين، انا روايتي مترجمه باكثر من 40 لغه، فجيبي هاللغات دوري عليها مترجمين كويسين يقدرون ينقلون لك اللغه. واللهجه السعوديه ما هي سهله، انا لقيت كثير مترجمين مصريين او مثلا نقول امريكان او بريطانيين عاشوا في مصر، فيعرفوا اللهجه الدارجه المصريه، يعرفوا النكت المصريه. ما كان سهل عليهم انهم يترجموا حوارات ومثلا سينز فيها مثلا فكاهه سعوديه، صعب. مره صعب. ايوه ذا لينجو نفسه. اتعب علشان اسوي كل هذه الاشياء عشان في النهايه اطلع ابو 300 صفحه. وفي النهايه يعني انا كتابي بنات الرياض الناس تعتقد انه هو يعني لما باع انا صرت ملياردير. النشر في العالم العربي مو زي النشر في العالم الاجنبي. الاجنبي ما اخذت حقوقي. الان انا بطبع الروايه مره ثانيه عند امازون علشان الناس ما تروح تشتري من ناشري الاول لاني ما قاعد اخذ حقوق. فتحسين انك نجحتي كل هذا النجاح بس ما قاعد تاخذي منه
عائد. تصير، بس هي زي ما قلتي كانت تجربتك الأولى، بس أنت لسه موجودة تكتبي روايات تانية، فبسألك first of all did you hear about the TV series حق بنات الرياض؟ طبعا كان في كثير حوارات ما بين انه نعملها في التلفزيون عربي او مسلسل اجنبي، في ناس تبغى كذا وفي ناس تبغى كذا، لان الرواية مترجمة بلغات كثيرة. اغلب يعني اكثر الحين الفايت ما بين اتش بي او ونتفليكس، ما احنا عارفين صراحة لسه، كل واحدة منهم عندها توجهات. وهتكون سيريز سعودية ولا خارجية من برا البلد؟ ولا إذا تقلنا بيه إخراج؟ يعني تقدرين تقولين زي مثلاً The Kingdom، زي سيريانا، زي اللي هو أي، فهمت عليك. بعدين واحد كاتب إنه أنت شلون طلعتي كاتبة وشاعرة، أحس كوكتيل بس أحبك. طيب What are you writing next؟ إيش قاعدة تكتبي؟ عندك شيء كده الحين بتحضري له كتاب جديد؟ شوف يعني أنا الحين من كثر ما أنا صرت أشوف صار في 2020، صرت أحس إنه ما في أحد راح يستغرب لو قلت إني راح أكتب جزء ثاني لبنات الرياض، يعني اللي قاعدين نشوفه هذه الأيام. ترى باي ذا واي، مع كل احترامي، بنات الرياض يقدر يكون لي 4 سيكولز، لانه انت ذكرتي عده قصص، بس انا متاكده وانت بتكتب الكتاب كان عندك 10 ونقيتي 4. صحيح، ولا هو اصلا كان عندي 1000 وحطيتها في 4، يعني كان بالزبط. في قصص كثيره حطيتها في 4. طب احنا نبغى سيكول، نبغى سيكولز حقيقي. شوفي ندى، قبل صراحه قبل لو تساليني قبل 3 سنين كان قلت لك يعني لا ما ابغى اكتب، بس اللي صار خلال الفتره اللي فاتت ايوه يعني من جد يجيني الموتيفيشن اني اوكي ناو في وقت فراغ، في افكار، في قصص. ايام زمان يعني ما كان في شيء وصفنا الحياه وكانت الروايه جميله، فما بالك الحين لما صرنا نسوق المراه البنت اللي كانت في اول العشرينات في الروايه اللي فاتت كان كل حلمها الحب والزواج والعريس وقع الزواج، الحين صارت في منتصف الثلاثينات، كل اللي تفكر فيه مختلف تماما عن اللي كانت تفكر فيه في اول العشرينات، الاحلام تغيرت، هدفها من مثلا حتى من الزواج تغير، اشياء كثيره لاحظت. واحده بتقول لك اشتقنا لقصص سديم وميشيل وقمرة ولميس. بالضبط. بس احنا الحين محتارين مين تبغون الليدنج، مين ايوه مين البطله. مين البطله في الروايه؟ مين البطله؟ ابى اسالك سؤال، انت شكلك بعد ما انت ما كنت ابدا تحبي سوشيال ميديا، كنت مره ما انت فوق سوشيال ميديا، بس ما كنت، بس خليكي صفحتك عامه دحين. امتى قررتي تخلي صفحه بعد ما قابلتيني في لندن في الصيف؟ انت كنت تبني. والله صراحه لما قابلنا في لندن يعني كنت اقول لك انه ما انت فيري برايفت، انت بطبعك برايفت بيرسون. انا برايفت واحب انه اختار الشيء اللي الناس تشوفه مني، فلما اكتب روايه خلاص انا بعت هذه الكلمه، فهمتيني؟ يعني انا ابغى الناس تقراهم، ابغى الناس تشوف هذا الشيء من حياتي، كانه يشوفون حياتي يوميا. ما كنت عارفه كيف اقدر ابررها لنفسي، او يعني كنت اقول طب ايش حيتفرجوا علي؟ فاشينيستا ايش حيتفرجوا علي؟ عشان ايش؟ انا ايش قاعده اسوي؟ اللي صار انه اكتشفت على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب تحديدا حاجه اسمها اوثر تيوب. هذا مجتمع من الاوثرز، معظمهم نقدر نقول 90% في امريكا ويمكن 10% ما بين يوروب اند افريكا. العالم حقهم هو اللي شدني وخلاني ادخل السوشيال ميديا، خلاني احس انه انا اقدر اقدم محتوى من نفس النوع للناس. يعني انا اهتم اني اشوف يوميات كاتب المفضل، ابغى اشوفه هو طفشان وهو ما يبغى يكتب اليوم، ابغى اشوفه هو قرر اليوم انه والله يدخل هذا السين في هذا السين ويحذف هذا الفصل ويتكلم عن هذه الاشياء. ما اعرف اذا في ناس في العالم العربي يستهويها هذا الشيء، لكن انا مستهويني لما قاعد اشوف الكتاب الاجانب بادين يسوون هذه الحركه، لانها تقرب الكتابه من القارئ. يعني انا لما كتبت الكتاب حقي والسنة اللي بعدها طلعوا يمكن تقريبا 60 كتاب، 40 منهم من كاتبات بنات
وأول مرة يكتبوا. حسيت بفخر، حسيت إني أعطيت الناس مثل الجرأة إنهم you can tell stories، كل واحد عنده story he can tell it. صحيح. هذا الشيء خلاني أحس إنه this is something I want to continue. لو دخلت السوشيال ميديا I want to inspire people to write. I want to inspire people to not be intimidated، أو إنهم ما يحسوا بإنه الكتابة هذا شيء بس للمثقفين واللي ما يعني يتكلموا إلا فصحى لغات معينة، مصطلحات معينة، خليتي الكتابة تبان بسيطة وسيمبل أنا وكلوز تو ضد ذا هارت، يعني قريبة أنا للقلب. فعلا في ناس يعني حتى في ناس نقول لهم نبغى نكتب يقولوا لك لا الكتابة هذه شيء يعني خليها أنت ذوق أو أنت لا يحسوا حتى الكاتبة شخصية معينة، بالضبط. أنا لا دكتور وهذا غلط. كاتبة شخصية معينة، غلط غلط، كل واحد وشخصيته، ما يعني ممكن تكون كاتب وتكون قريب من الناس وممكن تسهل. يعني أنا أنبسط مرة أني مثلا أكتب حاجة مشهد وبعدين أوصف للناس كيف والله كتبت المشهد، لأنه هو مثل الخيال، مثل كأنك توصف لوحة أو تحفة فنية أنت كيف سويتها. فأنا هذا الشيء يعجبني وأبغى أقربه من الناس، وأبغى في يوم من الأيام يكون عندنا ناس. إذا 2006 طلعوا 60 رواية بعد بنات الرياض، فأنا أبغى السنين اللي بعدها تكون 100 رواية 1000 رواية، كل الناس من حقها إنها تقول اللي هي تبغاه. فهمتني؟ والكتب وللمدرجة أنا دحين أقول الفترة الأخيرة كثير ناس مثلا يطالعوا في أحد على انستغرام إنه هي فاشينيستا. المنصة حق الانستغرام الآن صار فيها أطباء، صار فيها صحيح صار فيها دكتورز، محامين بالضبط يقولوا لك عن صحيح حقوقك اللي ما كنت تعرفيها فور فري في انستغرام، ميك اب ارتست، صارت لكل المنصات العملية صحيح عشان تقدري تعملي تسويق. لما التسويق صار مو ضروري تدفعي له، صار عندك صفحة عامة تقدري توصلي للمشاهد. فأنا دائما أقول إنه هذا شيء كثير فاد، إنه كثير ناس إنه يوصلوا توصل معلوماتهم، توصل الانفورميشن اللي بيقدموه على هذه المنصة. يعني أنت مثلا تقدري تقدمي لوحدة صغيرة تبغى تصير كاتبة انفورميشن على أنت مثلا الستراجلز، الأشياء اللي أنت واجهتيها في صعوبة النشر مثلا. أو كذا أدي كذا كذا الواحد بالضبط بالضبط. أنا هذا وهو الشيء حوار، يعني شيء انستغرام أنا دائما أقول شيء جدا جميل، فيه إيجابيات مرة حلوة وفي برضو سلبيات، بس طبعا حسب ما انت كيف تستغليها، حسب ما انت تبي تعمليها. تقدري تكوني واحده حلوه كل يوم تتصوري، تقدري تكوني ترافلي. انا مثلا كثير احب السفر، فعندي مجموعه ناس اتابعهم من كل حته في العالم، احب في اي بلد اشوفهم فين كل يوم، واحسدهم على جوازهم انه ما يحتاجوا فيز قد السفر انا وانت متحمسه بس بنستنى. فيعني فاهمه قصدي، يعني كثير. امبارح كنت قاعده اتكلم مع واحده اسمها يالدا، بتتكلم على كان عندها اوتو اميون ديزيز وكذا، تعرفت عليها في انستغرام، حكتني قصتها، تكلمت معايا عن انفلاميشن، ما ادري شفتي اللايف تسيفته، معلومات بحر، والشخصيه تعرفنا عليها في انستغرام، مواضيع جدا مهمه. ففعلا المنصه هذه صارت ذا بيست واي تو جيت انفورميشن، منصه تجيبي معلومات فظيعه منها. ففعلا يعني انا مبسوطه انك فتحتي هذا. وانت كمان سالونا اذا انت ايش تقري من ريم الصانع، قولي لهم انت ايش تقري عمتها عمتها هذه عمتها الجميله. فبيسكلي حقيقي انا فخوره انك انت اول شيء انت فخر للمراه السعوديه، انت اهيد اوف يور تايم، لانك اول شيء كتبتي كتاب يعني كان في واقع اليم بنمر فيه احنا السيدات، ودحين عشان انا مره فخوره احنا خرجنا من هذا الفيز اللي كنا بالضبط فيه. بالضبط بالضبط. والكتاب انا فخوره الحين وانا قاعده اكتب السيكول، لانه التغييرات كيف كنا وكيف صرنا يا ندى، وانا قاعده اكتب ايوه كيف كنا وكيف صرنا. انا وانا راجع اصلا بنات الرياض عشان الريليس حق الامازون في اشياء ضحكتني فطستني من الضحك، انه احنا معقوله كنا كذا نفكر، كنا كذا يعني كانت كذا حياتنا، كانت كنا عايشين في محور من غلق كمان، فدحين مرة تغيرت الأمور. طب السيكول إمتى هينزل؟ الحين يعني صراحة الواحد النفسية مع الكورونا تعرفين تطلع وتنزل فما بين المشكلة أني أنا زي ما قلت لك الشغل كله الحالي، ما عندي تيم علشان أقدر أقول أنه والله أخلص الكتاب هذا الأديتور يقرأ، أخلص الكتاب هذا سجله بصوته، حتى الكتاب الصوتي يعني تخيلي دخلت قلت بسوي كتاب صوتي وبحطه على امازون، كلمت امازون قالوا لي ما نعمل كتب عربيه، قلت لهم انا كتابي ناجح وارسلت لهم عدد المبيعات حول العالم وكذا، قالوا اوكي خلاص ويل ميك ان اكسبشن وتحطي كتابك بالعربي.
تسجليه، بس انت تضمنين انه هو يعني يكون مستوفي كل الشروط حقت الاوديو وكذا، وتنزلينه عندنا. ممتاز. ادخل بالصدفه ولا الاقي فيه تطبيق منزلين كتاب صوتي من كتابي بالصدفه كذا، وانا قاعده على اساس بروح امشي في الرات حق امازون، الاقي منزلين كتاب صوتي من غير علمي من غير اذني. في العالم العربي بالاشياء اللي لها علاقه بالليترالي رايتس والحقوق الفكريه يعني جدا صعب، حتى القضاء فيها صعب، حتى القضاء يعني لان الشروط ما هي واضحه. اكلم محامين باستمرار اقول لهم طب انت صار معي كذا ايش اسوي؟ كل اللي حتدفعين كثير على قضيه اكثر مما انه انت تسعيه. وهذا اللي صار لي مثلا مع الناشر لما نشرت روايتي، عملنا قضايا كسبت في القضايا ما رد ما بس فهمتيني؟ الثاني دحين عندك انا رايي تبلشت برا البلد الثاني. اي ببلشت بس يعني الثاني الكتاب الثاني كومبليتلي برا. بس باي لغه؟ انا اي المشكله العربي بس اللي العربي هو العربي اهم شيء. يعني يور اودينس هنا يعني الاودينس حقك هنا. عندي بينجوين راندوم هاوس هم اكبر ناشرين في العالم، يقولوا لي اوكي احنا جاهزين ننشر لك بس ما عندنا خبره في النشر مثلا باللغه العربيه. مصر مصر حسيتي في مصر في مصر ولبنان هم اعتقد ان هم اخذوا سنين طويله من انهم كانوا مستحوذين على النشر للعالم او الخليج بشكل عام. الان المفروض يصير في نشر احسن في سواء في السعوديه او في الخليج. اتمنى ان الموضوع يتحسن. سؤال البارت 2 بنات الرياض، هل هيكون في تكمله للميس البنات الثانيين ولا بنات جدد ما سمعنا فيهم؟ نبى نعرف اكيد حتشوف البنات نفسهم. نفس البنات هيكونوا موجودين وفي كمان جداد ولا لا؟ تخيلي البنات اللي عشتي معاهم، لان هذه البنات انحفرت في 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 ذاكره القراء. فتخيلي هذول البنات صاروا في عمرنا الان، وين ودتهم الدنيا؟ ايش طب سؤال، ما عمرك فكرتي تكتبي كتاب عن، انا دائما اتكلم على هذا الموضوع عن يعني كثير دائما انت عارفه في العالم العربي لما توصلي سن معين وما تتزوجي البريشر حق الزواج، واول ما تتزوجي البريشر حق الخلفه والزواج الخاطئ من اشخاص خاطئين عشان بس انه دائما واذا خلفتي واذا تزوجتي بريشر للخلفه واذا جبتي الاول بريشر جيب الثاني. ما عمرك فكرتي تكتبي كتاب عن الاكسبكتيشنز؟ وحتى هذا الشيء ترى ما يصير بس في السعوديه، يصير في كل انحاء العالم على المراه. فتلاقي احيانا المراه تاخذ قرار خاطئ، انا دائما اتكلم على هذا الموضوع في الزواج، من شخص غير مناسب عشان هي شي تكس ا بوكس انه هي ماريد. ما تحسي هذا موضوع لازم يكون في كتابك الجاي؟ لانه انا احس انه هذا، انا بشوف كثير بنات حواليا sometimes ما اقولها بس اشوف انه الزيجه جات بس كذا تمشي حال، انه اسمها خلاص انه يعني I'm settling همشي حالي، رجال كويس في بس ما هو لونج تيرم، ما هو مستقبل المدى. عشان كذا الطلاق صار عندنا تقريبا 60% في دول الخليج اذا مو اكثر كمان. طبعا تغير العالم والزواج صار مشروع انه يكون ناجح صار جدا صعب. ما تظني هذا البارت تبي تذكريه في كتابك الجاي؟ لانه انا احس هذا الشيء لازم كثير نتكلم فيه كثير في هذه في اللايفز وكذا، بس ما هو مكتوب كفايه. It's culture. انت لما نهاية بنات الرياض كانت إنه كل البنات they are dying to find a husband أو exactly بالضبط. فأنت حتشوفين هذول البنات اللي they were dying to find a husband إيش صار فيهم، وهل هم كانوا يبغون to take a box ولا هل هم كملوا في الزواج ولا هل هم في قصص ال إيه interesting حمستينا. اكتبها وانا متحمسه، وكل ما افكر اغير مثلا شخصيه بدال شخصيه يعني احس اني I'm invested بالشخصيات، ودي هذه الشخصيه. لا لازم. وباي ذا واي ترى اقول لك شيء، انت صراحه كدكتوره يعني ابسط دكتوره اروح لها بكل القصص هذه. يعني كمان اشرحي لهم انت فين تشتغلي كطبيبه، ايش السيرفيسز اللي يوفر از دكتور. اي نو انه اخوك دكتور تجميل فيمكن لازم نعمل لايف معاه. انت دكتوره ايش؟ قولي لنا، ما قلنا لهم انت دكتوره ايش، ما تكلمنا عن الطب. انا دكتوره اسنان استشاريه اعصاب وجذور يعني روت كانالز، رئيسه قسم علاج الاعصاب والجذور في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وعندي أبحاث في الخلايا الجذعية و that's my main field يعني في الـ research. فممكن أعمل لكم شوية خلايا جذعية على فاللي حلو انه فعلا لما تشوف الشخصيه عندها شغف للكتابه وفي نفس الوقت علميا، انه علميا she's a doctor، وفي موضوع يعني it's so interesting to see two fields ما لهم دخل ببعض، يعني it grounds you. إن it إذا grounds. لما يكون الواحد ما يحس نفسه إنه كبير في مجال وهو خلاص واو، لا، كل حاجة يحبها يتعلم فيها ويحس إنه صغير فيها لسه وفي قدامه مشوار طويل يكمل فيه. ف تحسي ان الطب كان اختيار صائب ليكي؟ صراحة يس، لأنه يمكن دراسة الطب في الرياض كانت تقليدية، ما كنت مرة يعني واو، أو كنت ممتازة يعني. تعرفين أيام زمان لما كانت الوحدة اللي تجيب 99 هي دكتورة، انتهى الموضوع. أي أحد يعني نسبة 99 ما راح يروح يدرس لي حاجة ثانية، يعني لازم يدرس طب. فكانت نسبتي عالية ودرست طب ونجحت فيه، لأنه يعني اللي هو انه ان شاء الله يعني انا انسانه شاطره ومجده وحنجح في اي حاجه ادرسها اذا انا درستها كويس. لما تخصصت that's when I fell in love with الروت كانالز وسحب العصب والعمليات حقت سحب العصب اللي فاشل ويجي يدور كذا دكتور وبعدين يجيني في النهايه واريحه من الالم. فكره تريح البيشنت من الالم هي اللي شدتني لهذا الفيلد، انه هذا التخصص يتعلق مع مريض in pain، عصب يعني التهاب العصب is very painful، ممكن يكون مؤلم أكثر من الولادة حتى. فصرت فعلا أحب إني أعالج المريض وأشوفه جاني يبكي وطالع من عندي مرتاح، أو مثلا نام على وأنا قاعدة أسوي له علاج هذا الألم. هذا الشيء خلاني أحب مرة، يمكن هو الشعور الإنساني هو اللي خلاني أحبه أكثر. لكن انت فعلا تحبي البيش، تحبي موضوع التعامل مع البيشنتس ومع المريض، تحبي هذا البروسيس في الطب I كثير. love helping I love أحب إني أكون ساعدت سواء بشيء واضح أو بشكل غير واضح. إني أسوي له روت كانال ويروح منه البين، هذه مساعدة بشكل واضح. إني أحاول إني أكتب عن حاجة مثلا مؤثرة فينا كلنا، سواء احنا نساء او البنات او الشباب او السعوديين، او مؤثره بفئه معينه واشوف اثرها بعدين ان الناس تقراها وتتاثر فيها they feel either sadness يعني ما يحزنون او هذا جدا ياثر فيني. اني أسألك احاول سؤال، في كثير ناس يقولوا انه الاطباء عندهم كثير كثير moral ethics، و moral ethics بالعربي يعني ايش؟ أخلاقيات المهنة. اخلاقيات المهنه جدا عاليه، ويقولوا انه الطبيب شخصيات معينه، مو كل شخص يقدر يكون طبيب. Do you believe in this؟ تتفقي في هذا الموضوع؟ صحيح، يعني هو ممكن المحامي والطبيب يقولوا هذول مهنتين مو كل شخص يقدر يصيرهم، يعني ما تقدري تدرسي مهنة. في ناس يصيرون بالشهادة بس ما تشوف انهم يتألقون او ينجحون او الأداء. صح صح يعني انا مثلا اتضايق جدا لما يكون في دكتور ما يبغى يخدم مثلا مريض، اتنفذ لانه انت اخترت هذه الوظيفه البروفيشن، خلاص غصب عنك تكون انساني، ما هو شيء اختياري، ما هو شيء. اذا انت ما تبغى تكون انسان اطلع اشتغل في وظيفه دكاترة ثانيه. كثير بيصيروا تجاريين، وعشان كده قاعدة أقول لك أنا أحس ما الطب ما يصلح تكوني تجارية. يصيب شهادة بس ما يكون فعلا يعني إنسان تقولين عنه دكتور. لا صعب. لا، دكتور لازم passionate about patients، لازم يكون عنده compassion، لازم يكون عنده تعاطف رحمة. انت عارفه انا اقول يا رب ولدي يطلع دكتور احمد، حقيقي احب المهنه هذه. انا دائما اقول له يرجع بي الزمن كنت صرت ديرماتولوجيست، بس ما كنت عارفه راسي من رجلي لما كنت 17. رحت الجامعه عمري 17 سنه، يعني درست بزنس بالصدفه، سويت ماجستير بالصدفه، اشتغلت في بنك بالصدفه. جت كويسه يعني، ما مو مره ايوه يعني قعدت 10 سنين انفستمنت بانكينج، يعني على الاقل يعني
اخواني اطباء، يعني كلنا كنا نمشي كنا ايوه ايوه يعني حقيقي لما اقعد اطالع ورا اقعد اقول انه ايوه صح. يعني دائما اقول على الاقل I was an investment banker، او اشتغلت في فيلد لي معنى، تعلمت كثير، اوكي فاين. بس اقول دائما دحين لو دحين انا عندي ولد اقول اباي يجرب اشياء كثيره مختلفه عشان هو يقرر ايش يبغى، ابغى يكون هو عنده فكره ايش بيسوي اكثر من ما انا وقتي يبغانا احنا يعني we push these things اكثر في صغرنا، واحنا كنا شويه حس الحياه عشوائيه، ما تحسي؟ احنا مو عشوائيه، بس ما كان في دايركشن يمكن كافي. البنت ما كانوا عارفين اصلا how to يعني this is the best that they could do. يا ما كان في knowledge زي اول. شيء قاعد يتغير، قاعدين نتعلم وقاعدين نكتشف انه التروما اللي تصير لك وانت صغير تاثر فيك وانت كبير، اشياء كثيره ما على وقتهم يعني تروما عادي يعني حل صح. They did the best they can. أبغى أسألك سؤال دحين، كثير نتكلمنا عن كورونا، كل حد يقول لك، أنا طبعاً كثير كانوا ينرفزوني الناس اللي كانوا مرة إيجابيين في كورونا، وفي ناس كانوا جداً سلبيين في كورونا، وفي ناس كانوا عادي، إيش حسيتي هذه الفترة؟ طبعاً هذا السؤال كل أحد يسأله. كانت جداً سلبية بالنسبة ليكي، جداً إيجابية، وسط، أنا أحسك أنت بيتوتية، فأنت ما أثر معك موضوع البيت أو الخروج كثير؟ أثر فيني على الأخير، يعني هذا الشهر خلاص. خلاص. ايش حسيتي؟ مبسوطه في الاول صراحه، يس في الاول لاني كان رواق، كنت توني بادية اكتب في الروايه، وكنت ما خليت احد من الكتاب المثقفين او هذا ما كلمته اساله لو انا ابغى اخذ تفرغ سنه عشان اكتب روايتي كيف، لو انا ابغى عندي كتاب بموت ابغى اخلص اكتبه بس انا مشغوله مع الطب وماني عارفه ايش اسوي، واكلم الناس بس اتحطم عليهم. فعلا الست شهور اللي قبل الكورونا كانت كلها كيف القى وقت اكتب، كيف القى وقت اكتب، لانه القصه بدات خلاص تعجبني، وبدات بديت اقتنع بالشخصيات، وبديت اعرف هذه ايش ابغى اكتب عنها وايش ابغى اسوي فيها، فما كان عندي وقت. جات الكورونا مثل اللي حسيت انه سبحان الله كانها خيره، صار عندي وقت اكتب لانه ما نقدر نعالج مرضى، وما حكون احس باي تانيب ضمير ان انا والله ما قاعده اعالج المرضى بسبب انه لا هذه كورونا المفروض ان ما نعالج ما اقدر اروح المستشفى اصلا اصلا المفروض ان ما نفتح فم المريض ونخليه يعني يعالج هو في الم او طوارئ سيفير. ايوه ايه، وزائد انه عندنا نقص في مثلا الجلوفز والماسكس والاشياء هذه كلها، فشغلنا فعلا مقنع. فقلت انه خلاص كويس ممتاز، راح اشتغل وراح اجلس على الكتابه وراح يعني استغل الوقت في هذا الشيء. طلعت لي سالفه الكتاب الصوتي اللي اكتشفت انه لازم ارفع قضيه واحل المشكله علشان ابغى اسجل الكتاب الصوتي العربي. الكتاب البنات الرياض نفس الشيء، اكتشفت انه عشان انزلها على اسوي لها ري ريليس لازم اراجعه، لانه لما نشرته بالعربي ما كان احد راجعه، يعني ما كان اديتد. فتخيلي بنت 21 سنه مطلع كتاب ان اديتد، الحمد لله انه نجح يعني، بس في غلطات في غلطات. فقعدت اراجع فيه اراجع فيه اراجع فيه، وهذا شوي اخذني من 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 كتابه الجزء الثاني. انبسطت، انا كل ما اكتب انبسط، لكن تجيني ايام العوالم هذه حق الكتاب اللي اغوص فيها وخلاص احس اني انا كاني مسافر او كاني في شيء يعني اكسبيرينس مختلفة، فغيرت جو. مو كل يوم تحصل عندي، هي شيء ما ادري هي نوع من الهاي تجي للكاتب لما يكتب انه يحس انه هو عايش مع الشخوص حقينا، قاعد يغير جو معاهم، مغمس في القصة اللي قاعد يحكيها. اذا كان السين حلو يضحك، اذا كان السين يحزن يزعل. فهذا الشيء فعلا للكاتب احيانا يكون هو جدا مبسوط ومنسجم وgoing flowing الكتابة، وأحيانا تحسين إنك لا ما أنت قادرة تكتبين اليوم. اللي قاعدة أتعلمه من قراءاتي في هالفترة عن الكتابة هو إنه مو لازم إنك يعني تحكم على الماتيريال اللي تكتبها في الوقت اللي أنت كتبتها فيه. يعني مثلا نفترض إن الحين في كورونا ونفسية ما لي خلق أكتب، سوري، لو غصبت نفسي إني أكتب يوميا سواء 3 صفحات أو 5 صفحات أو whatever، this showing up
يسموها showing up، انك you just do it، زي ما انك تحسبي نفسك تروحي الجيم تعطي وتسوي نفسك وقت يوميا لانك انت هتكتبي an انت hour زي ما a day رياضه، زي ما حتكتبي، زي ما زي انا الجيم. هي بالضبط ما تفكريها كانها هي والله اذا جاني الالهام راح اكتب، لا، you have to treat it like the gym، like الاشياء الاولويات اللي في حياتك. بعد فتره راح تلاقين انه اللي كتبتيه هذا يعني transformed formulated الى شيء افضل. لكن انك تجلسي وتقولي انا ما راح اكتب لانه ما عندي الهام الحين، ما راح ماني حاسه، او قاعده اتعلم اشياء كثيره فعلا قاعده تنفعني، لانه بصراحه الطب اعتبر نفسي تعلمت اللي ابغاه منه، والاشياء اللي ابغى اتعلمها زياده في الطب حتعلمها يعني بالممارسه، حقت اني اشوف بيشنت زياده وزي كذا. الكتابه لازم اعطيها نفس الاهتمام، هي فعلا شغفي قد الطب، ابغى يعني ابغى تكون لها جزء يومي من حياتي، ما تكون مجرد وقت على قولتهم وقت في الاجازات. طبعا في الاجازات اسافر، ما حكتب في الاجازات اذا ما خليت نفسي اكتب في الايام العاديه، اكتب في الاجازه. الاجازه نبى نهيص، نبى نروق، نبى نخرج، ما في نشوف الناس اللي ما بنشوفها من زمان. يقولوا لي اكتب في الاجازه، لا سوري، يعني انا ابغى اعيش الحياه واكتب عنها، ما ابغى انه بس اجلس اكتب. انا راح اعيش الحياه واكتب عنها، فلازم اخلي يومي جدولي بحيث انه الكتابه هذه شيء اساسي يوميا، والحياه ايش غصب عننا، يوم حيكون فيه اكشن، يوم ما حيكون فيه اكشن، لكن الكتابه لازم اغصب نفسي عليها بشكل. شيء ثاني، ايش تنصحي اي مراه سعوديه تبغى تكتب، تبغى تبدا هذا المشوار انها تصير كاتبه؟ احس في كثير ناس تقول لك بصير كاتبه وما هي عارفه اي الطريق تتجه، ايش تبدا؟ وايش نصيحتك لوحده لبنت سعوديه عمرها دوبها متخرجه من المدرسه تبغى تصير رايتر؟ ايش النصائح اللي تقدمي لها؟ انه تكتب، اول شيء انك تكتب، لان الكتابه مثل التمرين لمباراه. نفترض انه الروايه هي المباراه او الكاس العالم او النتيجه، التمرين اليومي هو الكتابه اليوميه. ما راح تقدر تدخل لهذه المباراه او تلعب على كاس العالم من غير ما انك يوميا قاعد تتمرن، يوميا قاعد تكتب. فلازم الانسان الشغوف بالكتابه لازم يمرن نفسه اكثر على الكتابه. زائد انه انا اختلف عن الناس اللي تقول لك انه اهم شيء في الكتابه هو جمال اللغه. انا احب اللغه العربيه، اعشق اللغه العربيه، لكن تركيزي في كتابه القصه دائما يكون على القصه نفسها. لا اميل للكتابه الشعريه، الكتابه البعيده شوي عن القارئ، اللي فيها اي انا زي اللي فيها فانتازيا، اللي فيها هذا مو لسه. تخيلي جدتي كان عندها كتاب جنبها، بتقولها عمتي شوفي، قالت انا هذا الشعر احسه بعيد عني، انا اديني كتاب اقراه عن العالم الواقعي. فصحيح مو كل احد عنده حب للاشياء الغير واقعيه زي ما قلتي فانتازيا. ايوه بالضبط. والمشكله انه في الكتاب العرب احنا نحب اللغه الصعبه، نحب انه نبين ان احنا فخورين بلغتنا، نحب ان احنا نبين انه المعنى في كثير ناس ما تفهم الكلمات، ما تفهمها، ما في فايده. ايوه يعني هو الكاتب يكتبها وهو فخور بانه وصل المعنى بطريقه كذا ملتويه، ما حتفهمها غيره، ناس ما فهمت كلها. هذا قصدي انا منه، مثلا احد يرسل لي مثلا حاجه كذا شعريه انا ما اقرا، ثاني ثالث اسال احد ما حد يفهم، اقول طيب مره حلو مره حلو ما شاء الله فظيع، وانا ما فاهمه ولا كلمه. شوفي انا للامانه ندى، انا كتبت الروايه اول ما كتبت تقريبا يمكن 10 فصول كذا، يعني قولي ثلث الروايه كتبتها بلغه رزينه فصيحه، كانك تقري يعني روايه ل نجيب محفوظ او ل يعني مترجمه مثلا لاتينيه. لكن ما كانت قاعده تشدني، يعني كتبتها وانا صدقيني كتبتيها، يعني روايتك انت في شيء غلط كذا، something
كان في شيء close to the heart، روايتك قريبة للقلب. ما أحس كان يبغى لها أي تغيير. الناس تحس بهذه الشخصيات. أنا في النهاية هدفي مو إنه الناس تقول والله هذه الرواية تعرف كم كلمة عربي حلوين، مو هذا هدفي. تعرف صناعتها في الحروف رهيبة. Who cares؟ مو هذا هدفي. الناس تقرأ على طول تحس بالمعنى، تخلص الكتاب بيومين بسرعة، تحب الشخصيات، تنشد لها، تحس إنها تشبهها. هذا كان هدفي. ف I rewrote الرواية من جديد، غيرت الحوارات، خليتها بالعامية. حسيت الحوارات لما تنكتب بالفصحى يختلف كل شيء، يختلف كل شيء. قعد معاكي وكيف حالك وغير إيش بك وإيش جينا ومدري إيش. وفعلا في ناس كثير من المهتمين أو المثقفين عابوا عليه هذا الشيء، يعني شافوا أنه هذا الشيء يخليكي ما أنت كاتبة جادة. لكن معلش، سؤال، هيكون في بنت من جدة في الكتاب الجاي؟ هيكون في بنت من جدة ولا ما في؟ هنحذفها يعني لميس مسكينة، حنطلعها من المولد. هيكون في بس لسه بس لميس ولا هيكون في كذا كم واحدة تانية؟ ولا هي بس لميس؟ هو في لميس وفي عندها يعني عائلتها وزوجها و... هيكون في والله حمستيني، والله حمستيني صراحة. أظن إحنا كثير من المتابعين عاد امس كان في بالي في شخصيه حضرميه، ف بس ارسل لك بعدين اسئله. امس اساليني اساليني، ترى لازم يلا رهيب، يلا هنتبسط، احنا مره نتبسط كده في وجودنا. شوفي بصراحه احنا يعني انا ما اشوف ان المفروض كل الناس تنبسط، انه تحس انه في لها ريبريزنتيشن في روايه، وشيء جميل. ما ادري ليش في ناس تشوف هذا الشيء انه اختراق للخصوصيه. لا، هذه في السعوديه اللي حلو فيها، احلى شيء في السعوديه انه فيها كل الكالتشرز المختلفه، وكل من كل المناطق فيها اشياء جميله، من الرياض او من جده او من خبر، كلنا عندنا اختلافات بس في نفس الوقت فيها جمال. عرفتي كيف؟ عندنا تجانس في اشياء معينه وفي بالضبط، وكلنا سعوديين في النهايه. هذا الاحلى شيء في الموضوع، بس انه حلو انه في زي احيانا زي اشياء انت بتعرفيها من هنا، اكلات هنا عندكم احنا ما عندنا. عرفتي كيف؟ يعني فهذا شيء جميل احس. وحتى الأشياء اللي يعني تلاحظ المتقبلة في بيئة غير عن بيئة. طبعاً الحين هذا كله تغير في طبعاً الزمن. طبعاً كلنا وأنا أقرأ مثلاً في الزمان لما كانت كل لما لميس تسوي حاجة وكلهم يقولون لها إيه وجدة غير. ما صرنا نقول جدة غير. لا جدة صارت جداً عادية يعني صراحة. لا يعني أنا دي السنة حضرت ميدل بيست، كان أميزنج في الرياض. المطاعم في الرياض صارت شيء ما صار. يعني انا شايفه جده شويه يمكن نسيناها دحين جنب الموسم حق الرياضه اللي كان جدا حلو. احنا جدا ما عملنا موسم دي السنه، حرام عليك، كورونا ما في موسم كان. بس ان شاء الله يا رب دحين انه في اوضاع احسن، انه تكون الامور يعني ان شاء الله better 2021. يعني ان شاء الله نتامل على سنه 2021 تكون نقدر نقول مور ستيبل. لا ان شاء الله. انت لما تشوفي كيف كنا في 2005 وكيف صرنا الحين في خلال سنتين تقولي انه ان شاء الله. لا انا بتكلم على كوفيد، انا بخلص من هذه الازمه اللي كوفيد طولت صراحه خلاص. لا شوفي هي ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. هي سنه وانا ماني حاسبه عمري دي السنه. انا هذه السنه عيد ميلادي محذوف، عمري ما احسبه، هقعد على العمر نفسه ما عشته. وفين اشوفك ذا الصيف؟ اول سفره ان شاء الله لازم نتقابل، اول سفره خارجيه لازم نتقابل اذن واحد احد. انا من لندن ترى ما رحت يوم. من اخر ما شفتك ما رحت، ما سافرت يعني غير خليج يعني. لا انا رحت لندن كذا مره بعد كده. انا ما رحت لندن غير اخر شيء شفتك، فرحت جورجيا وكذا واشياء كذا بس مو هذا. فحقيقي لازم اشوفك. جيت الرياض والله، جيت الرياض لازم حقيقي. سامي عندي اسئله ليكي برا الرياض. لما اكون برا الرياض الناس بيسألوني عن حالتك الاجتماعية. حالتي الاجتماعية سينجل. الحالة الاجتماعية سينجل. سؤال ثاني. اوكي. Can you please save the live? Okay, I'm gonna save the live. كثير ناس طلبوني I save the live. واحدة بتقول لك ما شاء الله عليكي. حبيبتي ثانك يو. واحدة تسألك كم عمرك؟ هنرد؟ شرحنا خلاص. بس خلاص هو هذه الأسئلة عامة.
اظن انا تكلمنا حكيت في كل معهم كثير، المواضيع. صحباتي وولادي يقولوا لي انت فضحتينا، يعني لانه خلاص صرتي معروفه البنت اللي نشرت روايه في طب الاسنان ومدري ايش، صحباتي كلهم يقولوا دفعتنا خلاص كلنا انعرفت اعمارنا منك. شو السؤال ده؟ هذه يبغى لنا نعمل لايف تاني عن اهتمامك بشعرك and curly hair and what you do، ايش تعملي؟ واحدة يبغالنا بتسألك اللي رجاء ليه فكيتي حجابك؟ يعني ما ادري، سؤال احسه واحد شخصي صعب. ايه وما يعني في حسب وما في رد لي يعني. الروحانيات هذه. ايوه بالضبط. اوكي بس that's about it. مرة اتبسطت في وجودك، جلستك ما تنمل. حسيت ان احنا طالعين مع بعض في لندن. I know. خليني رجاء احب هي شوفي لو تذكروا كان تجنن. الاحلى شيء انه لما تخيلي في حبيبتي، تخيلي في ناس، في ناس سمعت يا رد عيالها سليم، في ناس لا سمعت عيالها اي، وفي يعني هذيك الحقبه كان في ناس اريج ثانك يو سو ماتش حبيبه قلبي اريج، مصوره رائعه يعني. يعني. او بعدين شيء ثاني اقوله، انا دائما انا هذه المنصه دحين اول ما صار الكوفيد وكذا، انا انستغرام كان بالنسبه لي عشان الايجنتس والشغل، كان دائما بعمل الناس احط فيه صور، احط يوميات بسيطه. لاحظت انه انا لازم استخدم هذه المنصه اني انا ادعم كل شخص لي او عنده موضوع حلو او شيء انترستنج، لانه انا مستحيل اكون الشخص اللي اقدر اكون عندي معلومات مهمه في كل مجال، استحاله. بزنس وبنوك وفهمنا، محل خاص وانستغرام وسفر وفهمنا، اكثر من كده مش مو معقول اقدم اكثر من كده واكون بقول معلومات صحيحه. مبسوط عليكي انك لما قلتي انا اكتشفت اني انا احب الانترفيوينج واحب اي لاف انترفيوز، اكتشفت يعني اني احب انترفيوز. انبسطتي في الكوفيد، اكتشفتي انه شغفك انك يو انترفيو بيبل، وبعدين احب اي انترفيو بيبل بهذه الطريقه الكاجوال. واقول لك شيء ثاني، اكتشفت انه انا عندي كميه اصدقاء وصديقات يعني فعلا فخر اني انا انه اعرفهم، منهم انت. يعني لما طالع حوالي اقول ام سو لاكي، وانا يعني فعلا محظوظه انه كل صديقاتي عندهم مخ واذكياء وشاطرين وما شاء الله انجزوا في حياتهم. فابسط الامور لما نقعد حوالي اقولها تطلعي لايف، يعني شيء حلو انه تشاركي قصص هذول السيدات الناجحات وناس يسمعوها. بليز علمينا عن سحر شعرك، كل حد بيسال على سحر شعرك. يعني هو يبغى له هنعمل لايف ثاني على سحر شعرها اكيد، وعد مني ليكم. وفي حقيقي يعني انا مره مبسوطه انه يعني في women that empower women زيك، يعني انت كتابك is very empowering on its own، انت طبيبه is empowering on its own. فبس انه الناس يشوفوا هذه القصص حواليهم، هذا الشيء يديهم شغف انه ينجزوا كسيدات. شوفي ندى، انا اول ما لما طلعت الكتاب الحين يمكن نتكلم بانه كان مره سهل وجدا جميل، لكن ايام ما طلع الكتاب ما كان سهل علي. شكرا. تحديد نفخخ سيارتك، نعرف انت فين ساكنه، نعرف متى تطلعين من الشغل، صلاه الجمعه كان يندعي علي فيها في الخطبه. كيف منه هذا؟ ترى في ناس مره غريبه، اشياء كثيره في هذيك الفتره خلتني أقول طب كل الخطة جت فيني. أنا كنت في وجه المدفع أول واحدة تكتب رواية، يعني سيدة وتكتب رواية عن مواضيع اجتماعية شفافة بشكل شفاف. ما بالعكس كان... هذا اللي حلو في الموضوع، ولا مو عاجبه خلاص مو ضروري يقرأ الكتاب. يعني زي ما أقول لو مو عاجبه ما يتابعني، في شيء اسمه أنصال وهو زر. بس انا مستحيل اكون يعني اعجب الجميع، او انا شكلي يعجب الجميع، او شخصيتي او انفتاحي يعجب الجميع. فكل واحد عنده جمهوره، واذا ما هي عجبتك يعني مو ضروري نلقي الفاظ بذيئه. دائما اقول الواحد يكون دائما يكون محترم ويرد. يعني واحده رسلت لي من يومين، انا ما احب الرياضه، يا ريتك تعرفي في المكياج. انا ماني اخصائيه مكياج، اتمنى تلاقي شخصيه ما تمللك كل يوم تتابع. انا امل من نفسي، انا نفسي احيانا امل من نفسي، فانت كيف هتملي مني؟ حقيقي في ناس انا معلم يعني حقيقي. شوفي اجري، هذه واحده تقول لك انا خياليه جدا، واعرف احيك قصص من مواقف بسيطه انتهت بنهايه مفرحه. مثلا كيف ابدا؟ براكتس، لازم تتمرني على انك كل مره تكتبي قصه. انا اتذكر ايام الجامعه، اولى جامعه
كتبت قصة عن واحدة في المحاضرة، كنا طفشانين، وكتبت قصة عن واحدة تودع حبيبها على القطار، هو رايح ما أعرف وين، في ساوث فرانس، وهي مدري وين، ودعوا بعض على المحطة، وصاحبتي محتفظة بالقصة لحد الحين. فكنت أتمرن في وقت وأنا في الجامعة وأنا في البيت وأنا في هذا، طول الوقت كذا تخطر لي مشهد أو يخطر لي حوار معين، وأحاول يعني أستخدمه للتمرين. فلازم التمرين، ما أعتقد أن في أي حد تقول لك يوصل أريج إنها فخورة فيكي إنك طلعتي في وقت كنت فيه لحالك، وقوتك تعطيني أمل. شفتي كيف؟ أنا دائما أقول you're ahead of your time، أنت قبل وقتك، وهذا شيء جميل. ويعني seriously you're يعني thank you for this time. أنا خلصنا أظن الساعة. ها؟ أبغى قصص تلهمني للرواية الثانية، بعدين بعد الأوفلاين ترسلون لي كلكم، ارسلوا لها قصص، ارسلوا لها فعلا قصص، حقيقي أي شيء مؤثر فيكم تبغون إنه ينطرح. يعني من جد أبغى الرواية هذه زي ما لمست أحاسيس الناس في ذاك الوقت، أبغى الرواية الثانية فعلا يحسون فيها. والله يعيننا بعدين على الهجوم. لا ما في هجوم ولا شيء، ولا ما عاجبه ما تتابعوها وما ترسلوا لها كومنتات، خلوها في نفسكم خلاص. انا هذا الشيء ينرفزني، الناس اللي يقعدوا يكتبوا كلام بذيء، يعني احس للاسف انه يا ندى ايام زمان كان، لا كان انه احنا نبغى نجي نقتلك. يا منهم يا اخي فاضيين، خليهم يروحوا يقيلوا نفسهم في نفسهم بصراحة. يعني انا دائما لما اقول الشخص لما يطلع انرجي قد كده سيء، هو عنده يعني مشكلة نفسية. يعني فعلا يعني انا واحدة في سكرين، ما عاجبك محتواي خلاص اخرج. اوكي دحين خلصنا الساعة، تسمح بالرسائل خاص في الانستغرام. أبي أشوفك يعني، شكرا. على كل حال انا هقفل البث لانه بيجي بس ساعة، وبأحفظ البث على اللايف. رجاء مرة شكرا، واي شيء اي اسئلة خاصة فيها حسابها موجود هنا، تابعوها واسألوها وارسلوا لها اسئلة. قصص مات، قصص فضايح عادي. يلا تيك كير حبيبتي، باي. Thank you. إن شاء الله عجبكم البث. بث نشوفكم بعدين يوم تاني، عندي بث تاني قريبا هقول لكم مين. و thank you for being مستمعين.